يعني خلينا نقول بمشهد عام كده، الحكومة الجديدة قدامها فرص وتحديات. ونبدأ بالفرص علشان نبدأ بالنظرة التفاؤلية يعني بالظبط كده. أولا أول فرصة عند الحكومة الجديدة من دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، هو رجل أصبح خبرة في رئاسة مجلس الوزراء من 2018 وواجه أزمات كتير واشتغل على استراتيجية الدولة في مراحل كتير. ده بيدي ثقل للحكومة لما يجي الوزراء الجداد أو استمرار بعض الوزراء على حسب ما هو هيتراءى لي في العرض على السيد رئيس الجمهورية، بيديله فرصة كبيرة في إدارة الملفات، يعني هو مطلع على أغلب الملفات. فالوزير الجديد لما يجي يحط السياسات بتاعته هو بيكون إيده فيها، مش لسه بنبدأ من الأول مع بعض. بالمناسبة دي حاجة مهمة جدا لأنها بتساهم في قراية المشهد بشكل فيه خبرات وفيه تراكم خبرات وفيه اطلاع على الوضع الحالي. فدي فرصة على فكرة كبيرة جدا. الفرصة الأخرى إن إحنا على مدار الشهور اللي فاتوا جالنا مجموعة من الاستثمارات الأجنبية وحصل لنا انطلاقة مختلفة شوية، دي هتدي برضو فرصة للحكومة الجديدة إن هي تكون مش بادئة على أزمة كبيرة زي ما كان ما قبل الاستثمارات. برضو الحكومة الجديدة عندها فرصة تانية في ان احنا مواردنا الاساسية زي تحويلات المصريين في الخارج، زي السياحة، يمكن الفرع الوحيد الكبير اللي لسه مرجعش هو قناة السويس، ولكن الفرعين الاخرين بدأوا يستعدوا عافيتهم بشكل او باخر بعد قرارات الاصلاح الاخير. فهي عندها مجموعة من الفرص ممكن ان هي تسهل عليها او تساعدها في تسهيل الامور، لكن هي امامها تحديات اكبر بكتير. صحيح يعني الأزمة الاقتصادية العالمية ما زالت موجودة، التحديات الإقليمية ما زالت موجودة، التحديات الداخلية كمان فيما يخص المواطن المصري، احنا لسه لغاية النهاردة بنتكلم في أزمة كهرباء، بنتكلم في أزمات متلاحقة أو مشاكل متلاحقة عند المواطن المصري الحكومة محتاجة أن هي تتعامل معها. خليني أكد على حضرتك حاجة مهمة جدا يمكن بنكررها كتير وكانت موجودة في بيان رئاسة الجمهورية مع إعلان الحكومة الجديدة. الحكومة القادمة هي حكومة أمن قومي. نعم، هي حكومة أمن قومي بكل المعاني والمقاييس، وبيان رئاسة الجمهورية حتى بدأ بمحددات الأمن القومي. كل وزير وهو بيضع السياسة بتاعته للوزارة بتاعته، على فكرة أيا كان اسم الوزارة مش وزارة محددة، يضع محددات الأمن القومي في نصب عينه. حتى لو كانت وزارة الناس تشوف ان هي ليها علاقة بالشأن الداخلي او يعني وزارة مش متفاعلة مع الشأن الخارجي، على فكرة الأمن القومي مش بس للأمن الداخلي أو للخارجي، هو شامل لكل الأمور. فكل وزير أعتقد هو بيعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء السياسات بتاعته أو الشكل بتاعه عشان يحقق استراتيجية الدولة، هيكون دولة رئيس مجلس الوزراء حاطت الأمن القومي هدف أساسي فيها. التنمية الشاملة هتكون محور مهم جدا في أداء الوزارات الفترة اللي جاية، لأن احنا بدأنا مراحل في التنمية الشاملة، ودي يمكن أحد الحاجات اللي احنا أسسنا ليها الفترة اللي فاتت. وبيان رئاسة الجمهورية لما اتكلم على تنمية الإنسان ويقصد أيضا محور من محاور التنمية الشاملة، هي الموازنة كمان اللي وافق عليها مجلس النواب فيما يخص فكرة زيادة مخصصات التعليم والصحة والاتجاه. احنا يمكن قلنا ان احنا عملنا بنية تحتية مناسبة على مدار السنين اللي فاتت، فاحنا المفترض ان احنا دلوقتي بنتوجه لبناء الإنسان نفسه. الحكومة اللي جاية هتتعامل مع المواطن ازاي؟ لان يمكن ربما يعني الحكومة الماضية كان التعامل مع المواطن، احنا كنا بنتكلم ان احنا كان المواطن محتاج يعرف اكتر ويسمع اكتر ويستوعب اكتر علشان يستحمل اكتر، والحقيقة الحتة دي ما كانتش مع الحكومة اللي فاتت بالقدر الكافي اللي تخلي المواطن كان بيسأل ومش فاهم. يعني خلينا اقول لحضرتك ان فعلا مهم جدا ان احنا ونحن بنتكلم على محاور الحكومة الجديدة، لو قلنا الامن القومي وقلنا التنمية الشاملة، هنقول رقم 3 المسارات الاقتصادية ورقم 4 مخاطبة الرأي العام. المسارات الاقتصادية احنا ما بنقولش ان احنا هنعمل اصلاح اقتصادي لان احنا بدأنا خلاص الاصلاح الاقتصادي، ولكن احنا هنستكمل المسارات بما يتواكب مع الظروف الحالية والظروف المستقبلية للعالم والمصر، لان احنا مرتبطين بالعالم. بالمناسبة احنا حتى رؤيتنا يعني كان واضح، احنا عارفين ان احنا داخلين على تحديات اقليمية وعالمية في خلال الشهور اللي جاية كبيرة جدا. العالم لن يكون مستقر الفترة اللي جاية، مصر بتستعد لده بصراحة بقالها سنوات باستراتيجية. يمكن يعني هنا نرجع للرئيس عبد الفتاح السيسي لان هو اللي بيضع دايما استراتيجية الاستعداد للمستقبل. مخاطبة الرأي العام اللي حضرتك اتكلمت عليها محور مهم جدا، لان احنا بنشوف ان الحكومة السابقة كانت متأخرة جدا في عرض رؤيتها على المواطن.
في ان هي تطرح رؤيتها على المواطن. يعني لما نوصل لمرحله ان الرئيس يطلع كتير جدا ويقول يا جماعه اتكلموا مع الناس، انتوا ما قلتوش للناس ليه، ويبدا يسمي وزراء بعينهم انت ليه ما اتكلمتش مع الناس وشرحت الامر، لدرجه ان هو قال لفظ بسيط للمصري المواطن المصري البسيط، قال الناس لو فهمت هتيجي معانا. صح. فهو فعلا زي ما حضرتك اشرتي هيبقى محور مهم جدا، وانا اعتقد ان دوله رئيس مجلس الوزراء